من 97 البرلمان يشتغل بطريقة معينة في الحسابات، هذه المرة جاء بطريقة أخرى مختلفة. هدفها الرئيسي ومضمونها الرئيسي هو إقصاء الاتحاد من المشاكل. فيه ناس تقوم بحسابات خارج حسابات رئيس الجمهورية، تحضر نفسها ل 2019 خارج حسابات رئيس الجمهورية. دلنا لجنة مديرة من 30 فرد من الأطراف، يجعلوا يرسمون لنا الخريطة. إذا تممناها في عام نروح للمؤتمر، وإذا تممناها في عامين نروح للمؤتمر. إننا نرفض معكم أن توصفوا المقاومة بالإرهاب، لأنها تقاوم من أجل حقوقها المشروعة. ونحيي كل أحرار العالم الذين يدعمون الشعوب في تحررها، وندير في الوقت نفسه كل مواقف التآمر على فلسطين والكيد لها. ونحيي أيضا الموقف الدبلوماسي الجزائري المعتدل والمتوازن، كما ندعو الدبلوماسية الجزائرية إلى تحرك أكثر قوة وفاعلية لزرع المصالحة في أزمة الخليج.